حتى لو شو ما صار بيناتنا أنا رح ضل جنبك كصديقة مو أكتر. بعرف، شكرا. وأنا كمان. سمرة شو أخبارك؟ معصبة مقهورة. طيب شو ناوي تساوي؟ ما بعرف، لسه ما فكرت بالموضوع. انت جاي من الشغل؟ حلويات اليوم كتير طيبين، رح أعطيك تاخدي معك على البيت. مهند، في شغلة لازم خبرك عنها ضروري. خير؟ بتخص عمر شتالجي. هو كان بالغابة هديك الليل. خليني أخذ هدول معي مشان خبيهم بالبيت. بكرة بيقولوا الزباين شايفة حالة علينا بسهرة. يعني بصراحة بحقلك تشوفي حالك. حمات ولا بدر هاكمان مين قدك؟ هلأ بتكون جميلة بشي مطعم. يلا بكرة بنقرأ أخبارها بالجريدة. مع أنه لازم نعرف أخبارها منك. مني؟ ليش أنا فيني عم بحكي معها؟ كل ما بدي إلا بتحكي معي كلمتين وبتسكر. يعني مثلي مثلكم. مو هن هلا بشهر العسل؟ يعني قاعدين ما عندهم شغل، لازم كل يوم يحكوا معي. يلا طفوا الاضوية بسرعة. ايه مو معقولة هي زينب ما بتروح عليها ولا فرصة. ورجيني. ما اخبسها علقان طول مهند مرة تانية. ماني مصدق أن يوصل على البيت حتى أقرأ الجرايد. سكروا المحل منيح وتأكدوا أنكم قفلتوا. ماشي يلا تصبحوا على خير. تلاقي الخير. بخير. مع السلامة. أنا برأيي ما في ولا سبب لحتى عمر يقتل فرحات. طيب ليش لحتى يكون بالغابة بهديك الليلة بالذات؟ ما بعرف، ما كان واضح معي. ممكن فضوله خلاه يلحق مؤيد مثل ما قال. ما كنت حابة أني شوشك، بس أنا قلت لحالي لازم خبرك، بلكي هالشي بيفيدكم بالتحقيق. لا لا، خير ما عملتي. منيح اللي حكيتي. اي صحيح، معك رقم موبايله؟ اي معي. طيب اعطيني اياه. شي غريب، لسه من كم شهر ما كان مرغوب فيني بيناتكم. يعني بصراحة متفاجئ بكل الحب. خلينا نقول شفنا من مصلحتنا انه نقبلك بيناتنا. والله كان حل كتير مناسب. فعلا كان مناسب لإلك. عفوا، مناسب لإلكم. خير يا جميلة؟ بعد ما تزوجتي ما عاد سمعنا صوتك الحلو أبدا. لسه من كم يوم وقت اللي إجيتي مشان تتركي الشغل. فانا كنتي فرحانة ما هيك؟ صحيح، الحب بيساوي كتير. يا حبيبة قلبي انتي. تطلع لبرا وتاخذ راحتك بالحكي. لا ما في داعي، اساسا هالرقم ما بعرف. ما عم بيرد. رح اعطيك موبايلي تدق له منه، بلكي بيرد عليك. لا ما في داعي، خلص بعدين برجع بدق له بوقت تاني. مهند ليك بترجاك انتبه، عمر شخص مو سهل، مليان اسرار وكتير غامض. لا تخافي زينب، أنا بعرف أتصرف. قبل ما نعلن الخبر للناس عم أقول لحالي خلينا نعمل حفلة كبيرة يا ماما. فكرة منيحة. وبرأيي مننزل إعلانات بهالخصوص. كتير حلو، ومنستدعي المستثمرين الأجانب. ليش هيك عبسة؟ بتسمي لك شوي. صراحة بدر ما فيني اتحمل كل هالنفاق. ليكي انا عم العب دور العاشق وقدران اتحمل، فتحملي مثل ما انا عم بتحمل. ليكي كيف عم بتطلع فيكي؟
بعرف انك بتحبي واحد تاني وما هيك عم بتطلع فيكي بكل حب. ماشي. انت شو رأيك مؤيد؟ موافق كتير منيح. مو مضطر تتحمل. بيناتنا مضطرين. لو سمحتوا انا عندي كلمة بلا ما ننسى ليش نحن مجتمعين الليلة. بدر؟ صحة جميلة واهلا وسهلا فيكي بيناتنا. بتمنى لكم السعادة. اهلا فيكي. شكرا كثير. عرفانة إنك رح تجي لهيك أكلت. يا ريت قبل ما تجي تتطلع بالمراية وتشوف كيف منظرك. وين رحتوا يا بنات؟ تفضلي هند خانم. ظاهر نسيتوا انه انا بقيت بالبيت؟ رح احضر العشاء لحضرتك. بدي مشروب كمان. اي نوع بتحبي؟ من اللي بتشربه نوها خانم. شربته مرة وحبيته كتير. على عيني هند خانم.